العنصرية، ما نعبر عنه بالعنصرية. والواقع أن هذه القصة، قصة العنصرية، يعني على توارد الحديث عنها، إلا أنها يعني حاجة وقضية متغلغلة في دمنا وفي ذراتنا وفي أعماقنا. ولذلك من تجربتي الصغيرة أقول الحديث عنها لا يلغيها. كثيرا ما تجد أناسا يتحدثون بتألق عن رفض العنصرية ثم يمارسونها على صعيد معين. هذا ليس خاصا بالعرب، العرب عندهم هذا الجانب، لكن نحن نلاحظ أنا في أمريكا مثلا في عدد من المدن قضية العنصرية ضد السود وعنصرية الشرطة، حتى أحيانا ربما في أمريكا وغيرها يحرصون على إظهار صورة لطفل أبيض وطفل أسود وطفل ملون مثلا، وهم يرسمون معنا ويجلسون في المطعم معا كنوع من المظهرية. لكن في الأعماق هي موجودة، وفي رواية متداولة اسمها قتل الطائرة المحكي، تحدثت عن شاب في شيكاغو يعني اتهم بجريمة لأنه أسود، وعوقب وعذب وسجل وكذا، ثم تبين أنه بريء، وطبع من هذه الرواية يعني ملايين النسخ، يمكن 30 مليون نسخة، ووزعت على الناس وأجري فيها اختبارات وتداولوها في الحدائق وفي الباصات وفي القطارات وغيرها. ومع ذلك أنتم ترون أن أخبار العنصرية تغلى يوما بعد يوم في كثير من البلاد. نحن ضمن هذا العالم عندنا قدر كبير جدا من العنصرية، عنصرية ضد اللون، بحيث أنه كلمة أسود إذا سيقت مساق التعيير فهي حرام، إذا سيقت مساق التعيير والتنقص. أو كلمة عبد، أحيانا نحن نستخدم كلمة عبد مرادفة لأسود. طبعا هناك العبودية لله، كلنا عبيد لله، هناك عبودية الرق التي لحقت بسبب شرعي لأناس في ماضي التاريخ، والآن انتهت هذه المرحلة، فلم يعد أحد يصح أن يسمى عبدا إلا أن يكون عبدا لله. أما العبودية للبشر هذه لم تعد موجودة، ونحن في دارجتنا يعني قد يكون أطفالا يقول فلان عبد. الطفل الصغير يذهب للمدرسة وهو بريء، فيفاجأ أن الطلاب يتجنبون الوقوف معه والجلوس معه أو الشرب معه. لماذا؟ قالوا لأنه أسود، فيعود مكتئبا، يعود حزينا. المصيبة ليست هنا فقط، حتى الأستاذ جهاد يتكلم عن العرب، حتى العرب في داخلهم عنصريات فيما بينهم. العرب عبارة عن طبقات، هناك القبائل وهناك يعني غير القبائل وهناك السمر، ثلاث طبقات على الأقل، وهذه في كثير من المجتمعات. وهناك أسوار قوية تمنع التزاوج، وليس التزاوج فقط، تمنع كثير من العلاقات، وتكون مدعاة إلى التوظيف. حينما أكون مسؤولا عن دائرة تجدني تلقائيا أنتقي من يتناسبون مع الطبقة التي أنتمي إليها وأضعهم في هذه المواضع. وحين أشتغل في تجارة أو حتى في عمل خيري تجد أن هذا الأمر متداول. ويعني أكثر من مرة أتحدث في هذا الموضوع في سناب، فيرسل إلي مجموعة من الشباب، طيب أنت مستعد تزوج بناتك؟ يعني على سبيل التحدي، مستعد تزوج بناتك؟ والواقع أنه نحن لا نريد أحد أن يعني يفجعنا بهذا القضية. كيف تزوج بناتك إيش يا أبو معاذ؟ يعني مثلا لمن لا ينتسب يعني؟ أي لطبقة أخرى غير من تنتمي إليهم. أي مثلا هو تحدي أنك ما تستطيع، وإنما هذا مجرد كلام، أنتم بيعين كلام يعني. فمرة يعني رديت عليهم وقلت بالنسبة لتزويج البنات، تزويج البنت هو إليها وليس إلى أبيها، أبوها ولي يجري العقد ويوافق ويشير، وأما فكرة أنه يكره لا يكره، هذا رقم واحد، البنت هي التي توافق أو ترفض. رقم اثنين، بنتك خلى عندك، ما هي مسألة تزوج أو ما تزوج، القصة أبعد من هذا. حينما نجلس نحن على الطعام، على مائدة الطعام في الغداء أو العشاء، ليس هناك إلا زوجتي وأطفالي وأولادي وبناتي. هنا السؤال الصريح، هل نسمح في هذه الحالة
بتداول نكتة تتعلق بالعنصرية باعتبار أنه ما عندنا أحد، ما عندنا أحد غريب. إذا كنا نسمح بذلك ونتندر بهذه النكتة، وأحياناً أبعد من النكتة أنه نحن نصدر أحكام نسقية على هذا الجنس، يعني مثلاً إذا قلنا ولد فلان في كذا وكذا خطأ معين، وصادف أن هذا الولد ينتمي إلى طبقة معينة، نحن عممنا هذا الخطأ أو هذا الخلق، وهي طبيعة المجموعة هذه طبيعتهم كيت وكيت. مثلاً إذا كان بنت مثلاً طلعت مع شاب بغير يعني عقد شرعي، وتداول الناس هذا الكلام، ثم صرنا في مجلس بنت فلان قال وحدي ترى دولة سمحين المجموعة ذي مثلاً، كلهم سمحين تراهم، يعني تمر عليهم الأشياء هذه، فهنا عملية تعميم. لكن إذا صار من نفس طبقتك لا تقول مثل هذا الكلام، وإنما تبحث لك عن عذر آخر. فأقول مثل هذه الأشياء حقيقة. أنا أذكر كنا في مجلس، واحد يريد أن يقول نكتة ومو متأكد من جميع الحاضرين جميعا، فقعد ينظر فيهم، أنا ما هم متأكد مني 100%، يعني وقف عندي شوي وقال لي، وبعدين بدأ يقول النكتة. النكتة هذه عبارة أن تحط من قدر يعني فئة معينة من المجتمع، ولما خلص قلت ترى أنا من هالناس هذول ولا يعرفني جيدا، فيعني انفجأ وحاول أنه يرجعها. فيعني أعتقد أنه يعني القصة دي لا يكفي فيها حديث أو كلام أو برنامج فضائي أو مقالة، هالقصة دي حقيقي يجب أن تعالج على مدار الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذا ليس معناه الإذن ببقائها إلى قيام الساعة، وإنما معناه تحفيز الناس على أن يعالجوا هذا الأمر دون توقف ودون يأس، وأنه إلى قيام الساعة ينبغي أن ننهمك في معالجة هذا الموضوع ومجاهدته لأنه من أمر الجاهلية.